السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي واصحابي الشفات الصغيرين وزمايلي واخواتي الشفاة الكبار وكل من هو يرتدي هذا الجاكيت جاكيت المطبخ اللي انا بعتز بيه طيب حاطين نطط لكم كتير اليومين دول بناء على طلب الجماهير يعني انا كنت بالي سنه خلصت بس انتوا ايه حاضر مفيش مشكله طيب احنا دلوقتي كنت في مسابقه اللي السنه السنه دي من حوالي شهرين كده او شهر ونص وقابلت شباب كتير قوي في المسابقه مشتركين في المسابقه انا كنت في لجنه التحكيم وبصراحه انبهرت بال يعني بمستواهم الرائع وسنهم صغير وبنات يعني شباب وبنات مع بعض بيشتغلوا يعني مفيش فرق. وفي نديه وحاجه كويسه جدا. بس كله كان بيجي يتكلم معايا على حاجة واحدة احنا عايزين نشتغل معك او احنا عايزين نروح نشتغل مع حد نتعلم منه نتعلم منه نتعلم منه طيب هو ده كويس بس دي اللي هما بيطلبوه ده دي اداة واحدة من ادوات التعلم يعني اداة واحدة من ادوات التعلم الحديثة يعني ايه يعني على ايامنا احنا يعني كبار كده في ايامنا احنا لما نرجع كده حوالي 30 سنة ورا مبدئيا اصلا ان المهنه دي كانت عيب يعني عشان احنا اشتغل في المطبخ كرجاله اه تمام ولا وكمان صعيده عيب احنا كنا بنتعاير ان احنا شغالين في المطبخ 30 سنه حمص يعني حاجه 30 سنه دلوقتي المهنه بتاعتنا ترندي الدكتور يسيب الطب ويروح يشتغل في المطبخ مش عارف اللي معاه السون عايز يشتغل في المطبخ اللي بيشتغل مثلا محامي يشتغل في المطبخ يعني كل المهن اللي هي الراقيه دلوقتي او الشهادات العليا كلها بتعمل شيفتنج عشان تلبس الجاكيت الابيض ف عايزين نتعلم عايزين نتعلم شوف لنا الشيف نتعلم منه عايزين نشتغل معاك نشتغل معاك طيب في التوقيت ده انا كنت بشتغل يعني مش بشتغل مش شغال شيف يعني بشتغل في فندق بس مش شغال شيف كنت مدير اغذيه ومشروبات فانتوا هتشتغلوا معايا ازاي انا ما بشتغل شيف دلوقتي بس هو في حاجه بقى هو مين اللي هيعلمك اجابه ده سؤال مين اللي هيعلمك اجابه لهذا السؤال انت تعلم نفسك اي حد فينا او فيكم اكتر وسيلة يقدر يستفيد بيها ان هو يعلم نفسه بنفسه كل شيء طيب هيعلم نفسه ازاي طيب رقم واحد النهاردة المهنة بتاعتنا او شغلانة هو الكيتشن او المطبخ بقي في تقدم غير عادي وفيه اهتمام غير عادي على جميع البرامج التلفزيون على انترنت على في كل حته تخش تفتح جوجل تكتب اي ريسبي اي وصفه اي حاجه هتلاقيها جالك صوت وصوره وريسبي وليها اكتر من طريقه كمان بكذا حد دورك تعمل ريسيرش لو انت عايز تتعلم اي شيء حاجه معينه بالشغل هتخش هتلقى فيه شيفات محترفين اللي هم بيشتغلوا مثلا في فندق او في مطعم حاجه كده فايف ستارز وهتلقى فيه ستة البيوت. طيب انت عايز ايه فيهم؟ انت عايز تبقى شيف محترف وتبقى شغال يعني بتمتهن هذه المهنه من اكل لقمه العيش ولا عايز تعزم اصحابك في البيت تمام وتعمل عزومه بقى لجوزك او لاصحابك او 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 دي حاجه ودي حاجه وانا اتكلمت في حاجه زي دي قبل كده يعني. طيب الماجوريتي او الاغلبيه لا احنا عايزين نحترف حلو فرقم واحد انترنت هتعمل ريسيرش هتخش في عندك بنترست في عندك اليوتيوب برامج تعليميه بالهبل بتخش تشوف وتتعلم وتطبق رقم اتنين كتب كل كتب المطبخ دلوقتي موجوده وبكسره سواء كانت ديجيتال برضه على النت او في الاماكن زي جامعه طه المصريين عندها مكتبه كبيره جدا للي يقرا طيب رقم ثلاثة الاشتراك في المسابقات الطهوية اللي هم اوريدي بيعملوها ليه؟ المسابقة دي معناها بيشوف زميله بيعمل ايه ده بيعمل ايه فبيتعلم منه. رقم أربعة إن يلقى مثلا مكان يشتغل فيه يقدر إن هو يتعلم منه. بس للأسف هنا هنقول برضو العقلية بتاعت الشباب الصغير العشرينات يعني العشرينات كويس دلوقتي غير العشرينات بتاعتنا احنا يعني احنا ما كانش عندنا اهتمام بالفلوس يعني الزمن ما كانش الفلوس لها قيمة في هذه التوقيت كده الواحد بيشتغل سكند وسرد كوم بيقعد تلات اربع سنين اهم حاجة بيشتغل والفلوس كان بيجيله على قد المصروف كانت الدنيا حلوه كويس وكان كيلو الطماطم بربع جنيه يعني مش ب 40 جنيه زاد دلوقتي فكانت الدنيا في اللذيذ دلوقتي مع التطور اللي حصل يعني وارتفاع كل حاجه والموضوع بقى صعب فاصبح الشباب الصغير كله بيجري على الفلوس طيب مفيش مشكله روح خد فلوس بس هل المكان اللي بتاخد منه فلوس بيفيدك؟ دايما ده دا بيدخلنا في قصه مطعم ولا فندق تمام انهي احسن؟ وانا جاوبت على السؤال ده قبل كده قلت الاثنين كويسين مطعم كويس فندق كويس بشرط ان الفندق والمطعم يكونوا بيدوا لك حقك مش فلوس. حقك في الفلوس زائد حقك في التطوير. في التدريب ما هو التدريب بيجيب تطوير. كويس طيب يعني يبعتك تريننج يجيب لك ناس تدي تريننج يجيب لك انجلش تيتشر يعلمك انجلش يصفرك هنا يديك تاسك فورس هنا لو هو فندق يعني يوديه سيستر هوتل يجيب شفات مثلا محترفين ليهم اسمهم بروفيشنال من بره تمام يشتغلوا يشتغلوا في المكان نفسه عشان الشباب يتعلموا منهم زي بعض الفنادق كانت بتعمل بروموشن مثلا لمطبخ ايطالي المطبخ اسيوي يعتبر المطبخ فكان بيجيبوا الشيفات اللي هي من نفس البلد نفس الريجن بتاع المكان اللي فيه البروموشن فيخش يبتدوا يعملوا الاطباق بتاعتهم ويعملوا الاكل بتاعهم فالشيفات اللي متواجده في في الفندق او اللي موجودين كانوا بيشوفوا الناس دي بتعمل ايه فبيتعلموا منهم يعني اتليست البيزك خلاص اللي هو الأساسيات يعني فلازم تختار الاتنين تمسك العصا من النص مرتب والمكان ده هيصرف عليا يعلمني يعني مش هفرح انا بمرتب وانا واقف في مكاني ما بتطورش لا بتعلم وحاجه جديده ولا حد مثلا واخد باله مني ان انا سن عمال يكبر وان انا قاعد زمانه فانا عنده طموح عايز اكبر ومحتاج ان انا ادرس وهكذا طبعا الفندق بيهتم نوعا ما بحته التريننج عشان دي بتبقى عدد ساعات التدريب دي مطلوبه منه خصوصا لو كان الفنادق دي من اللي هي الفنادق اللي هي سلسله الفنادق العالميه مثلا اللي هي حاجه شين فدي من ضمن الجولز او الاوبجكتيفز بتاعتهم اللي هم لازم يحققوا تارجت العدد ساعات معينه لكل موظف في بعض المطاعم بتعمل نفس الكلام بس أنا يعني مش عارف هي مين بالظبط أو هم مين بس لازم تكونوا عارفين إن أنتوا بتتعلموا مش محتاج تتعلم ريسيبي ولا وصفة ولا دي بتطبخ إزاي ولا النيتروجين بيشتغل إزاي ولا السوفيت بتعمل إزاي على قد ما أنت لازم تبص إن أنت لازم تمشي مع بعض مهنياً وفي نفس الوقت اداريا يعني ايه اداريا يعني علشان تواكب دلوقتي زمان كان الشيف طباخ بيعتمد على الوصفه ويكتب الوصفه على ايده والكلام ده كله اوكي ماشي ده كان زمان دلوقتي الشيف لازم يكون مدير مثقف متعلم متحدث يعرف يكتب يعرف يقرا انجليزي إنجليش كويس يعرف يكتب ايميل يعرف يرد، يعرف يحضر ميتنج، يعرف يبقى عنده الكاريزما. الكاريزما اللي هي تخليه يقدر يخش يحضر أي ميتنج زيه زي أي مدير تاني. فلازم يبتدي إيه اللي هيخليه قاعد وواقف على أرض صلبة؟ إيه اللي هيخليه قاعد تقيل على الكرسي بتاعه؟ وهو جنبه الدايركتور مش عارف مين، والدايركتور مين، والدايركتور مين، والبدل وكرافتات اللي حواليه، وهو شيف لابس جاكيت المطبخ. ايه اللي يخليه يبقى عنده السيلف كونفدنس اللي هو عنده ثقه في النفس انه هو يقدر يبقى قاعد ند ندب مع الناس دي كلها. نوليدج ثقافه لغه علم اداره كل الكلام دي كل الكلام ده بيطلع شيف ناجح بلس يعني يزيد عن ده انه مهني. يعني ايه مهني؟ يعني يوم ما تطلب ابره وسكينه بيلاقينا على الترابيزه على البلانشه كويس ويوم ما تطلب قاعده بقى فيها اداره احنا قاعدين وبنتكلم من اللغات بتاعتنا وبنرد بالايميلات وفي منتهى الشياكه وعندنا ثبات انفعالي وطالعين بقى كده يعني شيف دكتور دكتور طيب الكلام ده عشان تعرف تعمله محتاج تتعلمه مين بقى اللي علمك الكلام ده انت عن طريق ايه؟ تريننج تحضر تريننج بقى جامعته الطعام لتدريب تدريب احضره مش عارف في الكوست كنترول هحضره اللي هو راح هرم في مبتدا تدريب مثلا في كوست كنترول احضره بيت برزنتيشن احضره كوكينج هحضرها أه... بيهيفير واتيتيود هحضرها ملهاش دعوه بيهيفير اتيود احضرها كويس فاونديشن اوف ليدرشيب هحضرها اللي هو اللي يعني ليدرشيب تمام لو فن القياده كوميونيكيشن تيم ليدر او تيم وورك كل المسميات دي كويس بتنعكس على الشخصيه بتاعتك انا كنت من الناس يعني كنت يعني سعيد الحظ ان انا في مجال الشغل بتاعي ان انا اتحطيت في اماكن علمتني حاجات كتير جدا يعني الفنادق اللي اشتغلت فيها كلها تشين فبيهتموا قوي بالتدريب بالذات يعني شركه الهيلتون وشركه الماريوت الاثنين دول بصراحه يعني طوروا المانجيريال ليفل عندي بشكل كبير جدا لان كانوا فعلا بيهتموا وبيدربوا وبيعلموا بس في حاجه كل الناس بتذاكر كل الناس بتدرس بس كله بيتخرج بس مش كل اللي بيتخرج بينجح يعني كليه الطب بتطلع 3000 دكتور اتخرجوا بيطلع منهم مثلا بتاع 15 20 30 واحد 100 واحد هم اللي شاطرين والباقي دكاتره برضه بس ايه؟ هم بتبقى دي الفروقات بقى، دي محدش يقدر يتكلم فيها ولا فيها ليه؟ لان كل واحد على حسب طموحه عايز يروح فين؟ عايز يبقى ايه؟ عايز يوصل لفين؟ كويس؟ يعني قلب الكتالوج بتاع شغلته دي كام سنه؟ كام مره؟ يعني انا مش عايز كل شويه اقول انا انا لان انا يعني ايه ما بحبش يعني ما اتقالش عليا بقى نرجسي ومغرور والكلام ده. بس انا يعني اعوذ بالله من كلمه انا شايف قدامي امثال حيه كتيره لشفات عمومين كتير كتير ناجحين جدا ما شاء الله كويسين جدا بس في نفس الوقت في منهم اكتفى بالبيزك يعني اكتفى بالمنهج ما طورش يعني ما طلعش بره المنهج هو حفظ المنهج صم طب وبعدين الدنيا بتتطور لازم تاخد الخطوه بتاعت اللي بعد المنهج ليه عشان تواكب كل حاجة سواء بقى طريقة تقديم جديدة ريسبي جديد خامة جديدة منتج جديد طريقة طبخ مختلفة عدة طبق كل الكلام ده احنا المهنة بتاعتنا حلوة عارفين ليه حلوة انا بحبها ليه طيب طيب علشان ملهاش فريم ملهاش حدود هي مفتوحة مهنة المطبخ او الشيف الشاطر ايكوال كرياتيفيتي يعني ابتكار يعني مبتكر يعني دماغه دي رايحه منه رايحه منه على حسب ما دماغه بتجيبه بيودي ويجرب ويتعلم مش كله يبقى صح ممكن يطلع غلط بس اتعلم من ايه صح واتعلم من غلط الدنيا دي كويس كده انت طلعت بقى ايه على حسب دماغك موديك فين انت حابب بقى المهنه بتاعتك فبتبتكر فيها خلاص فانا عايز بقى اعمل دي كذا اعمل دي كذا اعمل انت مجنون هتحط دي في دي اه هجرب ايه المشكله؟ هجرب فالمجال فيها مفتوح للي انت تجرب وتبتكر وتعمل كل حاجه تجربها طريقه تقديم طعم تست تجيب ده تحط على ده وتدوق طعمه حلو شكله كويس واي نوت هسميه انا بقى باسمي عصام ريسبي عصام سيت اب عصام برزنتيشن انا حر انا حر تمام طالما في الاخر حاجه شكلها واو جديدة ومختلفه ما انت هيتمشى ورا الناس خلاص يا تخترع مدرستك وتمشي بيها خلاص كده هينتقدوك في الاول عادي انتقدوني لكن بعد كده هتلاقيهم هم بداوا يلفوا ويجين يمشوا ايه وراك ليه لان انت بيت صاحب فكر مختلف عن هذا ما وجدنا اباءنا له فاعلون تمام علشان انا الغزاله رايقه معايا اليومين دول يعني فايه دي فرصه انتهزوها يعني بس فهرجع تاني واقول لاخواتي صغيرين بنات ولاد بيشتغلوا في المطبخ لو سمحتوا اجتهدوا ان انتوا تدربوا نفسكم تطوروا نفسكم سواء عن طريق المؤسسه اللي انتوا بتشتغلوا فيها او عن طريق نفسكم ليه؟ حط لنفسك طموح معين انت عايز تروح له وهتروح له وهتروح له, وهترح له. لو انت عايز تروح له هتروح له صدقني هتروح له تمام حط الفلوس اللي بتقبضها في حته كويسه ما بقولكش ما تاخدش فلوس خد يعني عشان تعيش بس في نفس الوقت ما تبقاش الفلوس هي اكبر همك انت لسه صغير لما يكون واحد عنده 22 24 26 سنه بيدور على فلوس بس كويس هياخدها طب وبعدين خلصت ما بعرفش اخد الخطوه اللي بعد كده لازم يكون عندك جايد لاين ماشي عليه لازم يكون عندك بلان خمس سنين من دلوقتي هكون فين انا دلوقتي هنا كمان خمس سنين هبقى في وظيفتي فين هبقى اتعلمت ايه جديد خلاص ايه اللي شفته ايه اللي حفظته عملت ايه في اللغه هل انا خدت انجليزي طب هل انا خدت لغه تانية مع الانجليزي اتعلمت لغتين طيب هل انا مثلا شايف ان انا مثلا الكارير بتاعي محتاج أعمله اطلع من بقى من كفايه مطاعم بقى واخش فندق؟ هل بقى لا الفندق روتين وبوفيهات وبتاع انا مش بستفيد انا عايز حاجه تكون مطعم شيك كده فايف ستارز اقدر اخش اطور نفسي فيه؟ هل انا شايف نفسي ان انا مش نافع في في ده ولا في ده ابتدي مثلا اخش ان انا اعمل البيزنس الخاص بتاعي انا واعمل شركه صغيره أو أعمل كاترينج بتاعي صغير في البيت وابتدي أعمل له ماركتينج وسواق وأشتغل وأبقى أنا صاحب البزنس ده بتاعي. هل أنا هخش في قصة السليبرتي شيبس؟ يعني أنا عندي كاريزما وبعرف أتكلم وشكل حلو ومش عارف عندي قبول كده مع الناس فهبتدي أتحول أبقى سليبرتي يعني من الشفات المشاهير وابتدي أخد بقى عالم التلفزيون والتيك توك زي ما أنا بعمل كده بستلم السليبرتي ولا حاجة. تمام <applause> انا بشتغل انا بشكل المطبخ لسه جاي من الشغل دلوقتي اهو خلاص انا بشتغل يعني انا الموضوع ده ما بعملوش الا عشان خاطر يعني اسيب صدقه جاريه اقسم بالله العظيم عشان بس كده الناس تفتكر وفي نفس الوقت يبقى ايه خد معلومه استفاد منها وانا كنت بطلت الموضوع بقى سنة زي ما قلت لكم بس انا من كتر الناس ما بتكلمني تاني حاضر لان الموضوع بياخد وقت ومجهود وتحضير وحاجه زي كده مش عايز اكتر عليكم اكتر من كده انا حاول كل يوم اعتبرها زي دردشه كده في موضوع معين النهارده كنت بتكلم عن التطوير انت تطور نفسك بنفسك ما تستناش تروح تشتغل مع شيف لان حتى لو رحت اشتغلت مع شيف كم واحد ممكن يشتغل مع شيف كويس كتير انتوا عددنا كتير واحد يشكك في الناس كلها تشتغل معاك ما ينفعش طيب يبقى انت في الحاله دي لازم انت بقى اللي تسعى وتجتهد وتطور نفسك بنفسك. دي نصيحه مني ليكم. طوروا نفسكم بنفسكم. ده كده عنوان الحلقه النهارده. مش عايز اطول اكتر من كده شكرا ليكم. ان شاء الله نتقابل في حلقه تانية. قبل ما انسى يا ريت بعد اذنكم اي حد بيتفرج على او بيشوف الفيديوهات اللي انا بعملها دي او الفيديو ده انا بقى لي خدمه اطالب منكم انتم خدمه بعد اذنكم. انا ما اعرفش انتوا عايزين ايه يعني انتوا ايه اللي انتوا عايزين تسمعوه او تعرفوه فبعد اذنكم ايا كان اللي انت عايزين تعرفوا عنه اي موضوع اكتبوه لي في يعني بص انا موجود على الانستجرام وموجود على التيك توك وموجود على اليوتيوب وموجود على الفيسبوك وموجود في كل حته وموجود على التليفون يعني اكتر ام عارفة على الواتساب اكتر واحد مخترق في الدنيا تليفوناتي تليفون واحد ما عنديش غيره موجود في كل البرامج دي فبعد اذنكم تواصلوا معايا قولوا لي والله عايزينك تتكلم عن كذا سواء حاجه تكنيكال او حاجه مشكله او معلومه يعني انا في حاجه في دماغي ان شاء الله محضرها هتكلم فيها اللي هي الاول انكلوزيف دي محضر لها حلقه محترمه عشان الموضوع ده يعني مضايقني شويه هتكلم فيه بقى بالتفصيل عشان برضو شفات الغردقه وشرم الشيخ ومرسى علم وكل شفاة الريزورت في حته الاول انكلوزيف دي مظلومة فأنا يعني يمكن اللي أقوله ده يساعدهم في حاجة ان شاء الله شكرا ليكم ونتابع على خير السلام عليكم